من اول الاسبوع في كلام كتير اتقال على صعيدين. صعيد بيقول ان كان هيبقى فيه انخفاض ملحوظ في درجات الحراره لمده يومين اللي هما امبارح والنهارده، وكلام تاني بيقول ان لا، الانخفاض ده هيفضل مستمر معانا لغايه اخر الاسبوع. الحقيقه فين؟ الاجابه عند دكتوره ايمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئه الارصاد الجويه. دكتوره ايمان، صباح الخير على حضرتك واهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير على حضرتك استاذ كريم، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، واهلا بحضراتكم جميعا. اهلا بيكي يا فندم. الموضوع يعني فيما يتعلق بمساله انخفاض درجات الحراره، هم يومين زي ما اتقال ولا لغايه اخر الاسبوع؟ لا، هو طبعا كان ذروه الانخفاض في درجات الحراره امس وايضا اليوم، طبعا انخفضت بشكل كبير. النهارده درجه الحراره العظمى على القاهره 15 درجه، الصغرى سجلت هذه الليله سجلت 7 درجات مئويه على القاهره، وطبعا في مناطق انخفضت فيها درجه الحراره اقل من ذلك زي مدن شمال الصعيد ووسط سيناء اللي سجلت فيها درجه الحراره 2 تحت الصفر، وده ادى طبعا لتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين. اما طبعا بالنسبه للمناطق الداخليه فكانت درجات الحراره فعلا منخفضه في فتره الليل. ان شاء الله بدايه من غدا تبدا تدريجي ترتفع درجات الحراره، يعني احنا النهارده بنقول ان العظمى 15، بكره هتكون 17 ان شاء الله، لكن هو ارتفاع طفيف، لكن هتبدا تهدأ سرعات الرياح اللي مزوده الاحساس بالحراره وتعود الشمس للسطوع، فهيكون الاحساس ادفى بكثير من النهارده وغدا ان شاء الله. دكتور ايمان صباح الفل، ومبسوطين ان حضرتك معانا لاول مره في 10 الصبح طبعا. وخليني اروح مع حضرتك لنقطه انا وكريم يعني كنا بنتناقش فيها، وهي فكره هنا برضو يعني مع التقلبات في الطقس دي بيبقى فيه بعض التحذيرات للمواطنين وللتلاميذ في المدارس وغيره. طيب هل حضرتك بتشوفي، انا عارفه ان ده مش قرار يعني الهيئه، ولكن هل حضرتك بتشوفي ان الموضوع مستاهل فعلا حاجه زي كده، ولا القصه يعني هي شويه تغيرات في الطقس مش مستاهله ان يتم تعطيل اعمال او يعني دراسه؟ اتفضلي يا دكتور ايمان. اهلا بحضرتك استاذه نواند. هو طبعا يعني القرار بيكون قرار المحافظه، لكن احنا برضو ان بنوديهم التنبؤات الجويه وبنوريهم تفاصيل بتاع حاله الطقس. فمثلا محافظه زي اسكندريه، محافظه اسكندريه عليها امطار كبيره جدا جدا وامطار غزيره ورعديه، وايضا تساقطت الثلوج على العديد من المناطق في الاسكندريه، فتعطيل الدراسه ده يعني شيء مهم جدا للطلبه حفاظا على صحتهم طبعا، وطبعا للسيوله المرور اللي بتسمح بحركه العربيات وتسحب المياه. بالنسبه طبعا المطروح طبعا بنفس الاوضاع زي اسكندريه، كفر الشيخ، البحيره، العديد من محافظات الدلتا. بالنسبه للقاهره طبعا هو يعني كان في امطار سقطت بالامس ولسه ما زال في فرصه امطار حتى ظهر اليوم، فطبعا تعطيل الدراسه بيسهل على الساده المسؤولين التحرك سريعا وسحب كميات الامطار، لكن هو طبعا بيكون قرار المحافظه. احنا بنمدهم بالخرائط السعيه لكميات الامطار ونسبه الامطار المتوقع حدوثها، وايضا طبعا صور الاقمار الصناعيه بيتم المتابعه معهم على مدار ال 24 ساعه ومتابعه دقيقه بصور الاقمار الصناعيه. والحمد لله يعني حتى الان التنبؤات الجويه صدقت وتحققت بنسبه 100% على معظم المناطق اللي شهدت امطار، وطبعا انخفاض درجات الحراره الواضح ونشاط الرياح اللي كان متاثرين به امبارح وحتى اليوم ايضا ما زال نشاط الرياح. الموج ارتفع على السواحل الشماليه وعلى البحر المتوسط، وصل لخمس امتار، ويمكن في بعض المناطق خرج فيها الموج على الشاطئ وخاصه في محافظه الاسكندريه، فيعني ده يعتبر قرار سائد طبعا من تعطيل اسكندريه على المواطنين، كل مواطن مايوه وعوام ده اللي فاضل. لا يعني بس لا يعني بنشكرك جدا وخلاص. هي عامه يا دكتور ايمان يومين وفصل الشتاء يبدا بشكل رسمي يوم 22/12، يعني النهارده يوم 20، فان شاء الله يبقى يعني الشتاء قارس جدا. انا دي امنياتي ان شاء الله يا فندم. شكرا دكتور ايمان، شكرا ليكي. بتهيألي الناس كرهتنا عشان ان شاء الله الشتاء قارس ونتجمد كلنا مع بعض.